We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Hello, dear colleagues. Welcome to the main session devoted to emerging regulations. مساء الخير سيدات والسادة نرحب بكم في هذه الجلسة المتعلقة بالروابط المستهدفة أرحب بجميع الموجودين في القاعة وكل المتصلين عن بعد أعطي الصوت للمشرف الخاص بنا وهو السيد جوفان كوربالية. أرحب بكم قلبيا كما ترون. فأنا موجود هنا في مدينة فاتيكان الخالدة. يجب القول أنني اليوم في الصباح شاركت في جلسة مخصصة للحوار ما بين الديانات في سياق التكنولوجيات الرقمية الجديدة، وكان الحديث مثيرا للاهتمام، وظهر فيها سؤال يخص كيف يتم معالجة مسألة الرقمنة من قبل ممثلي ديانات عالمية، وأنا سعيد أن أتحدث اليوم معكم بموضوع شبيه مع نخبة من المتحاورين وأقدم لكم بعد قليل أسماءهم. أثناء النقاش الذي شاركت فيه ظهر سؤال مع من نتواصل في حالة ظهور مشكلة مع الأمن السيبراني أو حماية الخصوصية أو الوصول إلى الإنترنت. هذا السؤال صعب وخاصة هو موجه لنا الوسط المتمحور حول حوكمة منتدى الإنترنت. فسنحاول نحن الإجابة على هذا السؤال لأننا أصبحنا الآن معتمدين على الإنترنت والتكنولوجيات الواردة فيه. لحسن الحظ لدينا سعادة ومتعة على الأقل هي متعة لي كمشرف على النقاش لأشارك في هذه الجلسة برفقة جميع المتحاورين. شكرا جزيلا للانضمام إلينا. أنا سعيد أن أرحب بالضيوف المرموقين والعزاء الذين معهم الخبرة واسعة ورغبة المشاركة. وسوف نتحدث عن مستقبل الضوابط المتعلقة بالإنترنت، الضوابط واللوائح المستهدفة رقميا. من معنا على طاولة المناقشة؟ سيدة مارغريت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية. أنا آسف كثيرا، تم التغيير فيما يخص المفوضية الأوروبية، فسوف تكون معنا سيدة أميرة مايا بيترا كومبوا ناتري وهي عضو في البرلمان الأوروبي. جيد، فالاتحاد الأوروبي تمثيله ممتاز على أي حال بشخص البرلمانية الأوروبية كومبيناتري. وربما أخطأت لأنني رأيت اسمها في الجدول القديم. نحن في فاتيكان أيضا نشهد تغيرات وتحولات ديناميكية، رغم أن الكنيسة ومدينة روما ما زالت خالدة كما كانت عليه. معنا أيضا فينت سيرف، شخصية معروفة للجميع، أحد آباء الإنترنت، والشخص الذي
ألهم العالم برمته في دخول العصر الرقمي بمتعة كبيرة. أرحب بك يا سارف وأشكرك على الاتصال بنا من واشنطن العاصمة. هذا صحيح. وأيضا في صفوف المتحاورين الممتازين معنا أنتوني غوريكين برلماني من روسيا. أنتون غوريكين وسيتحدث عن الفيدرالية الروسية وما يحدث الآن في الدوما الروسية في سياق اللوائح والضوابط المتعلقة بالإنترنت بالمعنى الواسع لهذه. نرحب سعادة أنتون غوريكين. معنا أيضا ممثل عن أيكان السيد بيكي. وأنا أعرف أن هناك بعض التغيرات في أسماء الممثلين المختلف الشركات، فأنظروا إلى أجندتي وجدولي أنا، ولكن هذا أيضا يعود إلى الجمال، جمال الإنترنت وروعة الاجتماعات الرقمية. لا نعرف أبدا من سيظهر وينضم إلينا. النسخة المستحدثة للأجندة تم إرسالها إليك في الشات. معنا أستاذة من كارولينا أغويري من جامعة سانت أندرس من في أرجنتين. أرجو ألا أخطئ في لفظ الأسماء. السيدة البرلمانية ميا بيترا كومبوناتري من البرلمان الأوروبي، أرحب بك معك في النقاش. معنا السيدة نايتا داد، هي المديرة التنفيذية لديجيتال رايتس فاونديشن، وهي مؤسسة نشأت في الهند. وقبل أن أعطي الصوت للمتحاورين الممتازين، فأضيف أن كارولينا أغويري بالإضافة أنها تعمل في الجامعة، فهي أيضا ممثلة عن منطقة ماساتشوستس. وهذا من باب الترحيب والتقديم. نحن نتحدث هنا ضمن عملية أوسع نطاقا رامية لتعزيز الإنترنت ودعم قمتنا الرقمية. من المهم أن نتقابل ونتبادل بالخبرات. أنا بالفعل أندم أنني لم أتي إلى كاتوفيتسا، ولكن من الأهم أن تهيئة وإعداد هذه العملية المعنية والاستعداد لدخول هذه المناقشة الناضجة. سوف نتحدث عن التشريعات والضوابط القانونية واللوائح وكيفية تأثير هذه الآليات القانونية على المجتمعات والحكومات، وكيف تدبر البرلمانات حالها في هذا الصدد باعتبارها هي الجهات المشرعة. كيف نتصدى نحن أصحاب المصلحة لهذا التحدي؟ وهذه المقاربة تبدو لي ذات المعنى والمسؤولية. هذا هناك اهتمام كبير لمجموعة المؤمنين والمنتمين لمختلف الديانات للإنترنت، وهناك مسؤولون عن البرلمانات الموجودون معنا هنا سوف يتحدثون ويغطون هذا الموضوع. هناك أيضا الممارسات الجيدة التي تطبقها الشركات والقطاع الخاص، وهناك أيضا دور الإشراف على الإنترنت من قبل الحكومات، الإشراف على
مضامين الرقمية. هناك أيضا عقبات ونقاط الضعف تظهر، يجب أن نغطي هذه الأفق المتنوعة في نقاشنا عندما نتحدث عن المضمون الرقمي. فأظن أنه نستطيع تسميته الإطار العام لحوارنا، ودعونا الآن أن نرتكز على ثلاثة محاور رئيسية في النقاش. ما الذي يحدث في مجال الإنترنت وإدارة المحتوى الرقمي في ثلاثة مراكز: البيانات والمحتوى والذكاء الاصطناعي. هذه المحاور الثلاثة الرئيسية سوف نتحدث عنها في سياق الممارسات الجيدة وإدارة هذه العمليات. فأما الآن فالسيدات والسادة، فأعطي الصوت لسيدة ميا بيترا كومبولاتري، نائبة من البرلمان الأوروبي، وأرجو من سعادتك أن تتقاسمي معنا بخبرتك في سياق الإشراف على البيانات، لأن كما فهمت فالاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يولي اهتماماً كبيرا لحماية البيانات، أيضا في ضوء اتفاقيات حماية البيانات الشخصية الأوروبية. فأعطيك المجال. شكرا على هذه الدعوة. هل تسمعوني جيدا؟ نعم نسمعك بأفضل شكل. طاب يومكم جميعا. سأحاول أن أحييكم بعدة لغات وأرسل لكم تحياتي من الاتحاد من برلمان الأوروبي. أخبروني منذ فترة قصيرة عن هذا اللقاء، وبمتعة قبلت الدعوة. كان علي أن أذهب إلى باريس إلى قمة مشابهة، ولكن على الأقل أستطيع الاتصال معكم أونلاين في كاتوفيتسا. أعرف أن المتحاورين الرائعين ينتظرون، وأنا سأسمع ما عندهم لقوله، ولكن عدة كلمات باسم البرلمان الأوروبي أحاول أن أعرضها عليكم. هناك سؤال دائم، هل نضبط هذا الشيء أم لا؟ هناك مساحات بدون ضوابط لا نستطيع أن نمسكها، منها البيانات وخاصة استخدام هذه البيانات. هذا تحدي كبير. ماذا يعني هذا؟ كيف يمكن أن نضع معايير عالمية لاستخدام البيانات؟ إذا استطعنا أن نجعل استخدامها بشكل معايير عامة قانونية فهذا ممكن، ولكنه دون فائدة. فنعرف نحن أن الخدمات أونلاين تتغير، وهناك موديلات جديدة دائما عصرية، ويجب هنا أن نفكر لتأمين التنافس للكيانات في السوق. إذن بمجال تبادل هذه البيانات لابد من إيجاد أطر واسعة تسمح لنا في أوروبا بشكل نستطيع أن ندير فيها هذه البيانات. هذا ما نهتم به في الاتحاد الأوروبي. في الأسبوع الماضي استطعنا أن نتفق سياسيا، وأنا جزء من هذا الفريق المحاور. باسم الاتحاد الأوروبي ناقشنا هذا الموضوع، كيف يمكننا أن نضع معايير عابرة للقارات تتعلق بهذا الموجود ضمن بما يسمى DJI، بحيث سيكون ذلك مرسوم تشريعي سيكون له صيغته التنفيذية. نحن لدينا مجلس لحداثة
البيانات، وفيه ممثلو أصحاب المعنيين من الوسط الجوي، من ميادين اقتصادية، من منظمات غير الحكومية. أيضا المقصود هنا في إطار هذه المجلس أن نجد تعليمات تعكس أفضل الأشياء العملية الموجودة في السوق الأوروبية. الفكرة إذن هي أن السوق الأوروبية هو سوق ذو مصداقية في مجال تبادل البيانات، ولكن هذا لا يأتي ضمن أي وسائط مالية مساعدة، وأنها ستكون موجودة. الجهة الثانية التي نعمل بها في مجال البيانات فهي بالطبع أمان وحماية هذه البيانات. نود أن تكون هذه البيانات محمية بشكل شفاف وبشكل واضح، وخاصة البيانات الشخصية. وأهم في ذلك هو ما نسميه برودو، وهي كيفية حماية البيانات الشخصية ضمن دول الاتحاد الأوروبي. ويجب أن تكون هذه التطبيقات محترمة في كل دول العالم، من الولايات المتحدة وحتى الصين، وهي يجب أن نحترم أيضا البيانات أونلاين. طبعا نحن بعيدين عن المثال، ونعرف ذلك جيدا، بأن يمكن هناك عمليات إذا كان الإنترنت منفتح بشكل واسع والوصول إليه دائم. لذلك نحن من وقت طويل نحاول أن نفكر ونوازن بين الحقوق والواجبات المتعلقة بإدارة الإنترنت والوصول إلى البيانات الموجودة إليه وكيفية حمايتها. لن أدخل في التفاصيل في هذا المجال، فهي كثيرة وطويلة، وأنا قيل لي أنني سوف أمهد فقط لهذا الموضوع. أنا من فنلندا، ودولتي في هذا المجال تقوم بحماية البيانات الشخصية وتبادلها على السوق العالمية، فنحن نحرص على هذه الإمكانية، إمكانية تدفق البيانات بين الشركات. يجب على الشركات التي تعمل في ذلك أن تكون بشكل ذو مصداقية تتبادل ذلك، لأن يكون الإنترنت آمن، وأن تكون كل الكيانات المتعلقة بتبادل هذه الكيانات، وأن تظهر عملية أمان في مجال الفضاء السبراني. وهذا ما أقوله أن عن الأمن الرقمي بشكل عام. فالإنترنت الشخصي وغيره يجب أن يؤمن مثل هذا النوع من الأمان، ولكي نستطيع بشكل ذو مصداقية نتبادل مثل هذه الأمور. إذن المنصات الكبيرة جدا تستطيع أن تسمح لنفسها بتأمين مثل هذا النوع من الأمان، لأن ذلك هو مكلف للغاية. ونحن نعرف أن هذا التبادل الأمان بين هذه الشركات يجب أن يكون مؤمن ومتاح ضمن كل سلسلة تبادل هذه البيانات وإدارة فيها. إذن هذا الموضوع كما قلت يتم العمل عليه في الاتحاد الأوروبي، وهذا هي خطوة كبيرة إلى الأمام. أما بالنسبة لإدارة هذه البيانات وإيجاد معايير علمية وتبادل هذه المعلومات وإدارة الإنترنت، لا يستطيع أي كيان بشكل منفرد، ولا أي حكومة لا تستطيع وحدها أن تقوم بحل هذه المشكلة. من هنا على الاتحاد الأوروبي أن يستمر في عمله للوصول إلى معايير ومقاييس دولية،
فهذا مقصود به أمننا جميعا. شكرا جزيلا. كما تفضلت بذكره أنت تمثلين دولة فنلندا وهي من الدول الرائدة في إدارة البيانات وإيجاد الاتزان والتوازن المناسب فيما بين الوصول إلى التكنولوجيات الرقمية وضمان مصالح الأطراف المعنية. قبل أن أعطي صوت لفينت ولكن لدي سؤال قد طرح اليوم في الصباح ويبدو سهلا ولكنني أراقب الجميع على الإجابة وقد تتغير هذه الإجابات في المستقبل. لماذا لا نغير الحسابات في وسائل التواصل الاجتماعي كما نحن نغير الشركات المشغلة للهواتف الذكية؟ فلماذا لا نقفز من حسابنا في فيسبوك إلى حساب آخر؟ أنا استمعت باهتمام إجاباتك حول المجال البيني أو العابر للمجالات. أما الآن إلى بنت هو من أباء الإنترنت المؤسسين. هل لا تخاف يا بنت إلى أين وصلنا فيما يخص تدفق البيانات؟ ما رأيك في هذه الممارسات الجيدة التي يسمع عنها كثيرا في سياق الإدارة والحوكمة؟ شكرا جدا للسيد المشرف. أنا جهزت كلمتي ولكن أريد أولا أن أجيب على تعليقات السيدة البرلمانية ميا بيترا كومبولا ناتريس وكان كلامها متسقا جدا برغم أنها وقبل قليل فقط عرفت بأنها سوف تكون جزءا من هذا المحور. نعم إنكم أصحاء في الإشارة إلى ضوابط المجالات البينية هذه، ومن المهم أن نعلق على هذا العامل العابر للمجالات باستمرار. فنحن نحتاج إلى رجال الإطفاء في مجال الأمن السيبراني كي يقوموا بإطفاء التهديدات والحرائق السيبرانية. شرطة إطفاء غير موجودة لدينا للأسف رغم ذلك، ولكن يجب أن نتجهز لهذا الموقف، لأن منذ 40 سنة تقريبا أتاحنا الإنترنت فرصة عظيمة للتقدم التكنولوجي وتبادل المعلومات والتجارة الإلكترونية، وأصبح الإنترنت منصة لتبادل الآراء ترويجا لحرية التعبير. إذن حان الوقت لنري مدى اهتمامنا إلى جانب الحريات الأساسية، لأن الإنترنت منصة نحمي خلالها الحريات الأساسية ومبادئ التجارة الحرة. نحن سنعمل كل ما بوسعنا لكي لا يكون الإنترنت منصة فقط للشركات الكبرى، ولكن أن يسمح للكيانات الأصغر حجما لهذه الحريات. القانون الجديد لتدفق البيانات شيء نحتاج إليه. نحتاج إلى مبادرات أخرى فيما يخص حماية البيانات والخصوصية والبيانات الشخصية. الكثير من الكيانات أصبحت واعية بأن خصوصياتنا ليس طرفا. مثلا في شركة جوجل وأنا أعمل فيها منذ سنوات، نحن نشاطر هذا الرأي. حماية البيانات الشخصية هي مسألة خبزنا اليومي وليس شيئا استثنائيا. يجب العمل على مقاييس e-privacy والمعايير الخصوصية الرقمية، ونحن في شركة جوجل معنيون بذلك. أيضا فيما يخص third party cookies، أي
ملفات الارتباط الحديثة وذلك بالتعاون مع المشغلين. نحن ويبدو لنا أننا قادرون على الاستفادة من المستجدات المشفرة لزيادة ضوابط الحماية والتأمين السماح بأمانة وسلامة استخدام الإنترنت. يوميا هناك 20 إلى 30 مليون شخص يستخدمون من خدمات جوجل، وهذا يلزمنا بالتعهد بضرورة الحفاظ على سرية بياناتهم. هناك منصات مثل يوتيوب، بنقرة واحدة نستطيع الحصول على كثير من المعلومات التي تكون لها طابع شخصي. مثلا منذ سنة ونصف نستطيع أن نعلم تاريخ سجل تصفح لصفحات الإنترنت مثل هذا المستخدم. لذلك ونحن نؤمن بشكل عميق أنه من الضروري توعية المجتمع، ونحن نعمل كثيرا في هذا الصدد في شركة جوجل. كيانتنا التابعة لنا كانت دائما سعية إلى حرية التعبير، وهي عاملة لخدمة المجتمع وتقدم الكثير من الخدمات التعليمية في كل من الولايات المتحدة، وأيضا في سياق التشريعات الجديدة في مجال الإنترنت المادة 230، وأيضا من القانون هناك أيضا حلول أخرى في البرازيل. وهذا كل ما أريد قوله فيما يخص الضوابط. قال السيد عن دي ان اي اي ان هذه عملية حفظ المعلومات هي قضية جوهرية وأساسية، وخاصة أن عملية الوصول إلى الإنترنت وأمانه عمليتان مرتبطتان بشكل وثيق. نتحدث عن ذلك كثيرا، وخاصة فيما يجل عمل الاتحاد الأوروبي. وقالت السيدة عضوة الاتحاد الأوروبي على ذلك، وتحدثت عن المجال العملياتي البيني الذي هو مجال مهم. علينا أن نقول أن معظم الكيانات الاقتصادية في العالم تريد أن تتأكد كيف في أي طريق تسير هذه القوانين التي ستضبط هذا كل، وما هي ستكون على السوق. فإذا بما لأنه لدينا هناك بيانات ومعطيات، فعلينا أن نعرف كيف بشكل آمن نتعامل معها ونتكيف إلى المستجدات. لذلك في كما نقول أن في مجال الأماكن مثل في ما هو في سويسرا أو في الأماكن التي تعتبر مآزرا ضريبية، توجد أيضا شيء مثلها في مجال الإنترنت. الآن نتحدث عن المضمون، والآن السيد أنتوني غوريلكي وهو برلماني من روسيا، وأعطيه أيضا للسيدة أيضا من إلى السيد البرلمان. السؤال الأول السيد أنتوني غوريلكي، فأنت تمثل
الفيدرالية الروسية، فهل يمكن أن تقول بعض الشيء عن القوانين التي تتواجد عندكم؟ أنا عضو في الشركة الاستشارية ماك. للأسف السيد جورالكين في يقوم بعرض إحدى مراسيم التشريعية في البرلمان الروسي، سنحاول الاتصال فيما بعد. الآن هو غير موجود. الآن طبعا نتفاهم هذا الوضع والتزامات متحاورين، سنحاول فيما بعد الاتصال فيه. إذا إلى السيد نكتات داد، السيدة عفوا التي هي من الهند. أنا لست من الهند، أنا من باكستان. سوف أحاول أن أقدم وجهة نظرنا من هذا المجال. هذا طبعا خطأ كبير ممكن أن ارتكبته خلال هذا، أنا أعتذر جدا، لم يحصل شيئا. أردت أن أتشكرك وأتشكر ديبلو فونديشن المؤسسة التي تمثلها. أنا أثناء دراستي تخصصت في مجال القوانين الرقمية، وخاصة في محل إدارة الإنترنت، وذلك كان في عام 2009. وعندي شهادة، هذا كان خلال دراستي في باكستان، وتابعت ما تهتم به مؤسستك. أما في مجال الضوابط والقوانين في الإنترنت، يجب أن ننظر إلى ذلك ماذا يحدث في الدول النامية بما يسمى الجنوب الكوني. بالنسبة للضوابط في الإنترنت، فهي لها سياسات تخص مضمون ومحتوى ما ينتقل في الإنترنت. إذا في مثل هذه المنطقات، إنها منطقة آسيا والباسيفيك وفي الهند والباكستان، إذا هناك ضوابط شديدة لما يحدث في الإنترنت. يجب أن لا أعتقد أنه يجب أن لا نركز كثيرا على الضوابط، لأن هناك ميول في إطارها يتم ملاحظة هذه الضوابط على أنها قاسية وصارمة. لذلك نرى أن عدة دول لديها عدة أمثلة. من الأمثلة الجيدة مثلا رودو في الاتحاد الأوروبي حول حماية بيانات الشخصية، وخاصة أن هذه الأمثلة الجيدة يتم نسخها في الدول الأخرى، وتصبح مهمة فيما يخص خطاب الكراهية أو امتهان المرأة مثلا. أو هناك كثير من الضوابط مكتوبة بشكل سيء وليست لا تحل المشاكل التي تعاني منها هذه الدول. أما هناك الضوابط التي تضبط مثلا توزع وانتشار الإجرام السبراني، فهي أكثر ضبطا لهذا الموضوع. إذا يجب أن تتابع هذه الضوابط وتأخذ بالاعتبار كل المعنيين وأصحاب المصالح في ذلك. فمثلا في دول الشمال لدينا علاقة مع ضوابط قاسية، أما في دول الجنوب فهي أيضا أخف وطأة. إذن يجب أن يكون هناك نوع من الانسجام.
وهذا الفارق الكبير بين الشمال والجنوب يجب علينا التغلب عليه. إذا الضوابط وحدها لا تكفي. في بعض الدول لا توجد رغبة سياسية من أجل مثلا السيطرة أو الهيمنة على هذه الشركات التكنولوجية. شكرا على هذا الصوت. شكرا على أنك تتابعين أنشطتنا وأنك درست في الجامعة كل هذه المواضيع ونجحت في جميع الامتحانات. شكرا على صوتك. ذكرت التحولات هذه فيما يخص الضوابط وأن الجهات الرسمية الحكومية تركز على ذلك وأن صناع القرار في مختلف أنحاء العالم ينظرون إلى ذلك وهذا صوت مثير للاهتمام ويجب التشديد على ضرورة الوصول إلى انسجام وتوازن. هذا يكون جزءا لا يتجزا من مواضيع النقاش التي شاركت فيه اليوم صباح. تحدثنا عن المواضيع وعن الضوابط وسوف نتحدث عن السياسات والاستراتيجيات التي يتم وضعها الان في سبيل التحكم ب او اداره المضامين في الانترنت. هل هناك احد في القاعه يريد اخذ الصوت؟ وايضا اسال المتحاورين ربما فينت أو نتت يريدون التعليق على ذلك. نعم بالفعل أنا أشكرك. أنا أتحدث مرة ثانية. أولا يبدو لي أن ما قالته نهاد مهم للغاية لأن أحيانا الضوابط لا تقصد وتلبي أهدافها وتبين أنها مضرة، ولكن ناحية العمل والتجارة فالضوابط المتسقة هي ما الذي نحتاج إليه، لأن الشركات الكثيرة وكلها تستطيع العمل على بناء على نفس القواعد المتساوية. فيما يخص القانون فهذا الأمر مؤقت خاصة على النطاق الواسع. نحن وغيرنا من الشركات نميل نحو الاستخدام الآلي لاكتشاف ومعالجة البيانات. طبعا الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للأجهزة هذا شيء نريده ونستطيع الاستفادة منه، ولكن للأسف هذه الأدوات ليست مثالية وخالية من الخلل. لذلك أتمنى أن صناع القرار والمشاريعين سوف يلاحظون هذه الصعوبات والتوجهات المتعلقة بإدارة المضمون الرقمي. هذه مشكلة عبارة عن عملية مستمرة نتعلم معها ومنها ونتعدى الأخطاء التي وقعنا فيها من قبل كي نعالج المضمون الرقمي بشكل أحسن وأكثر انسجاما. نعم لك ذكرت تدرج هذه العمليات وهذا شعار آخر أود الإشارة إليه. رغم أننا سمعنا هذه الآراء من ممثل شركة جوجل وهي الشركة التي تعالج أحجام ضخمة من البيانات، وعلينا أن نفكر في مسألة إدراج هذه الحلول الآلية. شكرا يا فينت. أما الآن فننتقل إلى متحاور تالي وبسرعة سوف نتحدث عن الذكاء الاصطناعي. لدينا أسئلة مثيرة اهتمام على الشات طرحها المشاركون عن بعد. جوتا كرول الآن أرجو منك أن تعلقي على الذكاء الاصطناعي وحقوق الأطفال
حول هذا الموضوع فتفضلي. شكرا. أرحب بالجميع. أجمل الترحيب. شكرا لك يوفان على إعطاء الصوت. Group for the UNESCO recommendations on AI ethics that was approved weeks ago at the. في هذا الموضوع لست متأكدة هل علي أن أتكلم باسم ممثلة لليونسكو أم أتحدث عن القضية التي هي موضوع نقاشنا أي الذكاء الاصطناعي وقانون حماية الأطفال. بالنسبة للذكاء الاصطناعي يجب علينا أن نتحدث عنها في مجال الصيغة والبيانات والمعطيات من وجهة نظر المستخدم. إذن الآليات هذه تستعملها الحكومات والشركات الكبيرة من أجل أن تقوم بفلترة البيانات التي فإذا أما فيما يخص المضمون فعلينا أن نقارب ذلك بشكل دقيق وبشكل آخر. إذا علينا أن نفكر كيف هي هذه الأمور محلولة في الاتحاد الأوروبي أو في أماكن أخرى لكي نقوم بجعل هذين التيارين منسجمين من أجل ذلك. إذن ما هي أيضا النتائج المترتبة على ذلك؟ إذا قلنا إن الأسس الأخلاقية حول استخدام الذكاء الاصطناعي قد تحدثنا عن ذلك قليلا. أما ما هو مهم بالنسبة لي هو أن الشيء الجوهري هو تجارب تتعلق في النظام الكلي. فمثلا لقاء مثل هذا المنتدى حوكمة الإنترنت أيضا نتحدث عن ذلك. فكيف نستطيع من خلال آليات الإدارة هذه أن نجعل هذا الموضوع مستخدم بشكل جيد؟ يجب علينا أن هذه التقنيات هي معقدة ومدرجة في هذا الفضاء الرقمي. فإذا عملية الضوابط فيها لا نستطيع أن نتحدث عن الذكاء الاصطناعي وعن الإنترنت لأنهم مرتبطان ببعضهما. أسمع صدى ربما هذا. نعتقد أنك فصلت الميكروفون عن. Sorry for technical issues. I'm sure I will call. نعتذر عن هذه المشاكل التقنية. أملنا أن يقوم الفريق الفني بالسيطرة عليها بسرعة. إذن نعود الآن إلى يوتي التي ستحدثنا عن الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بحقوق الأطفال. شكرا على إعطاء الصوت مرة ثانية. أود أن نقول أن التعليمات التي تخص الذكاء الاصطناعي
الصناعي التي نشرتها اليونيسيف تحت رقم 02. أنا أهتم بالدراسات التي تقوم ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي على الأطفال. أن العديد من الناس يستخدمون الذكاء الاصطناعي دون أن يدروا أنهم يستخدمونها. إذا هي تصبح معنا شيئا طبيعيا. الأطفال يستخدمون آليات فيها ذكاء اصطناعي ولا يعرفون ذلك أو ليسوا على دراية بذلك. لا توجد دراسات هل هناك لوغاريتمات تؤثر على النمو النفسي والعصبي للأطفال. أما اليونيسف فأعطى بعض مقترحات لتعليمات وتوجيهات تخص توصيات عديدة، سأتحدث عن بعض منها. أولا مثلا وقف التمييز أو الإقصاء للفضاء والشفافية، وكذلك إمكانية محاسبة ومساءلة مشغلي وعارضي بعض الخدمات. يجب أن نقول أن البالغين هم المسؤولين عن ذلك، وأن الذكاء الاصطناعي يستطيع أن يؤثر بالأطفال. وهناك تحدي كبير أن الذين يقدمون ويعرضون مثل هذه الخدمات لهم تأثير على نمو الأطفال. بالأمس كان هناك لقاء شارك فيه مسؤول سامي من قبل الأمم المتحدة، فنقول أن الإنترنت ليس هو مكان الذي يدرس فيه الأطفال، وإنما أصبح مكانا كحديقة ألعاب للأطفال، أي عنده تأثير كبير على نمو الأطفال. وبأي إمكانية ممكن هذه الآليات أن تؤثر علينا؟ شكرا لك جزيلا على أنك أعطيت هذا التأثير على الأطفال وعلى هذا العلاقة بين عدة أجيال. يجب علينا أن نقول أن جميعنا لدينا تأثير كيف هذا العالم سيصبح، وخاصة كيف سيصبح عالم أطفالنا في المستقبل. يجب أن بقراراتنا نأخذ بالاعتبار هذه الأجيال الجديدة. يجب أن بهذه اللحظة أن ألفت النظر لما قاله فيت، وبعدها سأطلب من كارولينا أن تلخص بإيجاز ما تحدثنا عنه. الآن أقول أن القوانين والأخلاق لا تخص فقط الذكاء الاصطناعي، إنما كل البرمجيات التي ليس تلك التي بذهن من أنشأها أيضا، وإنما عن التعليم. يجب أن نكون واعين لذلك بأن تأثير مثل هذه البرامج بالدرجة الأولى يجب أن تكون القيم الأخلاقية فيها لها دور كبير. فأحيانا الأخطاء في بعض البرامج يمكن أن يجعل من هذه البرامج مستخدمة من قبل من يخترق، الهاكر الذي يخترق هذه البرامج أن يستخدمها بشكل سيء، مما يجعل أن المبرمجين عليهم تقع على عاتقهم مسؤوليات كبيرة في أن تكون برامجهم غير ممكنة للاستخدام بشكل سيء. بالطبع هذا موضوع مركب ومعقد، علينا أن نحاول ونسعى لأن تكون نتائج هذه المشاكل متوقعة بالنسبة لنا، وأن نعرف أن نحلها بشكل آمن. وهنا أيضا من أجل التوقيع الإلكتروني يجب علينا المستعمل أخيرا يجب أن علينا صونه وحمايته. شكرا جزيلا
على هذا هاي ملاحظة من كارولينا أنك ألفت انتباهنا إليها. إنها مسائل جدا مهمة وأنا قلقة أحيانا أن مواردنا محدودة نوعا ما فيما يخص إنشاء الضوابط القانونية. هذه مشكلة وردت مع بلوك تشين قبل 3 سنوات أو 4، والآن مشكلة ظهرت مشكلة الذكاء الاصطناعي والأخلاقيات. أما هذه الأطر القانونية الجديدة للاتحاد الأوروبي فهي تشكل ثورة مثيرة للاهتمام وهامة في يخص التعليمات واللوائح القانونية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتكون الأخلاقية جزءا مهما منها. هل لي أن أسأل السيدة ناتري أن تتحدث في مجال الذكاء الاصطناعي؟ بالفعل أنا أعمل في مجموعة متفاوضين للبرلمان الأوروبي مع زملائي مع المعنيين بوضع هذه الأسس القانونية التي من شأنها أن تتحول ثم إلى شكل قوانين جديدة، وأنا عضو في إحدى اللجان العاملة على الذكاء الاصطناعي، وأنا نائبة إحدى اللجان الفرعية للأمور التكنولوجية. فعلينا أن نتساءل في المرحلة التي نحن وصلنا إليها، ما معنى الذكاء الاصطناعي؟ هل هذا مجرد تسمية للتعلم التعلم الآلي؟ لا، علينا الوصول إلى بعض التكنولوجيات، ولدينا مسألة ثقة المواطنين بهذه التكنولوجيات، وقد تنعدم هذه الثقة أحيانا لننظر إلى الرعاية الصحية وأمور اللقاحات وغير اللقاحات، ومن السهل الحديث عن ذلك، ومن الأصعب وضع وإدراج هذه اللوائح المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، لأنها ليست لعبة الذكاء الاصطناعي. هل دخول المسعد يكون آمنا أو خضوع لعملية طبية أو جراحية؟ بعض هذه العمليات أصبحت الآن مؤتمتة وآلية وتعول على الذكاء الاصطناعي، وأنا سعيدة بأن الاتحاد الأوروبي سيتعمق في القريب في موضوع الذكاء الاصطناعي. والأخلاق ليست إلا موضوعا واحدا وجانبا واحدا من هذه المسألة، لأن المنتجات هذه موجودة في السوق كثيرا. شكرا على هذه الكلمة، وهذا يتعلق بشكل وثيق على ما بما قاله فينت في سياق الشركات المصنعة للبرمجيات. آسفين على المشاكل الفنية هذه. نأسف على هذه الصعوبات التقنية، ولكن كما ترون يبدو لي أنه علينا أن نعمل على معايير لا تخص فقط الذكاء الاصطناعي، ولكن بشكل عام كل المنصات الرقمية. في البداية سأل السيد عن القضايا التي تتعلق بمن نتصل إذا كان علينا أن نخبر أو نتصل عندما يكون لنا علاقة بهذا الشكل. أرى أن هنا أمير مكبر يسأل سؤالاً، فليجب بنت في البداية وسنجيب على السؤال. أنا
سأحاول أن أسأل إذا كان سأحاول الإجابة. بالطبع يمكن أن تظهر هناك ظروف إجرامية في سواء أونلاين أو أوفلاين، فالإنترنت هو مسرحا لمثل هذه، خاصة في الأمور الدولية. أعتقد أن لدينا مشاكل فنية، أن أحد أخذ الميكروفون منا. نطلب أن And here, I think, is exactly getting at the problem. How do we build confidence and trust and cooperation in law enforcement? إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أطلق هذه المبادرة الخاصة ببناء منصة الثقة والتي تخص التعاون الوثيق في مجال الأمن السيبراني. فهناك مجموعة من الأسئلة الكثيرة تظهر في الأفق. كيف نستطيع حماية البيانات والتي يمكن اعتبارها هامة في الملاحقة القضائية مثلا أو أثناء المرافعة؟ أنا أشكرك على هذه التعليقات. نحن نعلم أن شركة جوجل تدير هذه الأمور بشكل فعال، وعندما نتحدث عن هذه الحلول البسيطة فلنضيف شيئا عن مدى تعقيد الذكاء الاصطناعي، لأن الأمين العام للمتحدة هو الذي نادى وحثل على أو شدد على هذه المسألة. من خبرتي أنا نعلم أن أقول أنني نادرا ما أغير الشركات المشغلة للخدمات، وأتقاسم مع زملائي بعض الأفكار حول تغيير شركات خدمات اللاسلكية، وهذا نادرا ما يحدث. هناك مشاعر تلعب دورها في هذا السياق، ونفس الشيء يتعلق بالذكاء الاصطناعي. قبل أن نمر إلى الجلسة التالية، أو الدورة التالية لهذه الجلسة، فلنحاول تلخيص بعض الاستنتاجات. الآن إلى الأسئلة التي وصلتنا عن طريق الشات. فهنا سؤال من مدغشقر يسأل عن حماية البيانات الشخصية، وبأي طريقة يمكن أن نحمي نفسنا من الهاكر. أيضا هناك سؤال من السيدة أرسولا مارشيفيتش التي تريد أن تعرف الأكثر عن نظم دعم ما هي أجندة حتى عام 2030. وهناك أيضا رابط لبعض الخدمات نشكر عليه. هناك أيضا رابط جديد يتعلق بالأمور التي طرحتها اليونيسف في مجال كيفية حماية الأطفال وفي الشبكة العنكبوتية. وهناك أيضا لدينا إمكانية للترجمة عن أونلاين. هل جميع كل الأشياء جيدة؟
It's Vint. I'm sure they're working as hard as they can to solve it. ربما أريد أقول أن أصدقائنا من الفريق الفني يحاولون حل مسألة المشاكل الفنية. أعتقد أنه طبعا رامون يطلب منا مواصلة لقائنا. وهناك أسئلة عديدة. الآن السيدة تشين، عندي سؤال عام. لا أطلب منكم أن تجيبوا عليه بشكل مباشر، ولكن أطرحه للتفكير بهذا الموضوع. في البداية وافق مع فيت على لابد من إيجاد معايير عالمية وتعاون دولي. هناك الكثير من المفاوضات، كثير من الحوار على مدار إقليمي أو في الاتحاد الأوروبي أو في مجال جي 7. هناك منتديات عديدة تحاول الإجابة على نفس هذه المشاكل وعلى نفس هذه الأسئلة. أين هي الصلاحيات؟ ما هي السلطة المركزية التي تستطيع أن تنظم هذه المؤسسات؟ فينت يحاول الإجابة. سأعطيك الصوت. لا نسمع فينت. هناك ما زالت بعض الإشكاليات. نحاول بالطبع أن نراقب عمل المؤسسات المختلفة بشكل أننا وجهنا نداءات لكي نتقاسم مثل هذه المعلومات بين المنتديات المختلفة. هناك العديد من المجموعات التي تعمل على نفس هذه المسائل، وعمليا سوف نعرف في القريب العاجل كيف يمكن أن نتأكد من هذه الحلول. هناك حركية في مجال الإجرام السيبراني. من 4 أو 5 سنوات كانت هذه الأشياء تختلف عن واقعنا الحالي تماما. ننتظر المحادثات في دبي، وفي عامين 2018 في ملبورن كان هناك تفاهم في مجال الدفاع أمام هجوم السيبراني. الآن هناك معايير عامة في عن طريق الزوم مثلا. أصبحنا نتحدث عن طريقها بشكل البيانات التي تتعلق بصحة الإنسان أصبحت موجودة في الإنترنت. فإذا لدينا سؤال من أحد أصدقائنا من بنغلاديش. هناك خاب صحفي تجمع يسأل ما لدينا إمكانية الاتصال مع خاب داكا. السؤال من بأي إمكانية يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في تطور الأوضاع في الأرياف؟ الآن سأحول السؤال. نعم، ممكن أن قبل أن أعطي الإجابة إلى باكستان، انظروا إلى أن جزء منا
وصلت إلى كاتوفيتسا هي موجودة ولا تستطيع أن تطرح أسئلة، وهذه الإمكانية موجودة فقط أونلاين. فإذا أسأل فيت كيف يمكن؟ أوجه هذا السؤال إلى فيكتوريو. نعم. يا إما بواسطة الميكروفون أو يمكن الاتصال عبر الكمبيوتر. سوف أتحدث للأسف للميكروفون المركب بالكمبيوتر. كان سؤالي يخص مسألة المجال البيني الذي تحدثنا عنه، أو العابر للمجالات في أوروبا أو الاتحاد الأوروبي. هناك عدد متزايد من اللوائح والمقاييس والمعايير المتعلقة بذلك، والمشكلة التي يجب أن نواجهها هي أن بعض الحكومات أو أحياناً أيضاً كبرى شركات بيك تيك تحاول الالتفاف حول هذه اللوائح والدوران حولها، وأن تحمي نفسها من التأثير السلبي على أعمالها اليومي. ففي هذا السياق يجب أيضاً النظر إلى مسألة المجالات البينية للخدمات. هذا السؤال جدا مهم بالفعل، وأرجو الفنت أن يعلق. كما عندما تسمع يا فنت مثل هذه الأسئلة، وكذلك عندما تسمع من زميلك من بنغلاديش أن هناك مشكلة في الوصول للإنترنت ببساطة، فكيف تدبر ذلك؟ نقاطات تجيب. أنا أريد أيضا الحديث حول المبادئ الأخلاقية في سياق الذكاء الاصطناعي، ونستطيع كيف نستطيع الامتثال لها. ونحن لا نعمل الآن بما فيه الكفاية في هذا الصدد. كيف الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا تلتزم بهذه القواعد؟ من يضبط ذلك؟ من يراقب ذلك إذا هناك شركات موجودة في وادي السيليكون هو بالفعل ملتزم بهذه الضوابط بنفس الدرجة مثل ما تقوم به امرأة بنغلاديشية أو باكستانية؟ فهل ليس بالأحرى علينا أن نركز على ذلك بالذات وعلى هذا التنوع، وأن نأتي بالحلول المتساوية المناسبة لكل أصحاب المصلحة؟ تحدثت عن المساواة في الحقوق في الوصول إلى القمة. نحن في باكستان والهند وبنغلاديش هناك تهميش ضخم للنساء في المجتمعات المحلية، فيجب إلى اهتمام إلى مشكلة النقص في الوصول إلى الموارد الإنترنتية بسبب عدم وجود النسخ اللغوية المناسبة. هناك خطاب الكراهية بحق النساء وتهديدات الاضطهاد والاغتصاب، وهذا خبزنا اليومي في بعض المجتمعات المحلية من هذا الجزء من العالم. أنا لست متأكدة فيما إذا كانت الصورة بدقة في بنغلاديش، ولكن كوني باكستانية فأستطيع أن أقول بأننا نبني مثل هذه المساحة والمنظور التي تسمح لنا بالحديث عن أمور الأخلاقيات والذكاء الاصطناعي. وكأنني موجودة في القمة الرقمية هنا في بولندا، ولكن لا أظن وعلى الإطلاق أنني إمكانية الحديث في كل المواضيع ذات الاهتمام. مثلا
مسألة عدم وجود المساواة في الوصول إلى المضمون الرقمي، عدم الوصول إلى الإنترنت، الرقابة الإلكترونية بالإنترنت هي المواضيع التي تهمني كثيرا. ومجرد الحديث في القمة الرقمية هنا في كاتوفيتش لا يحل المشكلة، فيجب أن نحتاج إلى مقاربة أوسع نطاقا، ولدينا كمية ضخمة من العمل وكثيرا ما لا نستطيع اختراق هذا الحاجز والوصول إلى هذه المضامين. كيف نضمن الوصول إلى المضمون الرقمي في كل الدول والدول النامية أيضا؟ ملاحظة جيدة منك، وهذا خلاصة ما هذه الحوارات فيما يخص بالذكاء الاصطناعي والأخلاق، وهذا ما حصل بالفاتيكان في حوارنا اليوم أمس. ومنذ عدة سنوات أيضا تم النقاش حول هذه القضايا وما يتعلق بالعنف تجاه النساء. إذن هنا يجب علينا أن نعمل بشكل مكثف حول ذلك. أشكرك أنك تحدثت وأشرت إلى هذا الموضوع. هنا يتردد العودة إلى موضوع أن هذه المعايير، هل هذه المعايير والمقاييس ممكن أن تساعدنا في المجال العمليات البيني وتجعلنا أن نقتنع فيها عملية هذه الضوابط أن تحل هذه المشكلة؟ كل شيء لا يمكن ضبطه لأن هذا يتغير بسرعة كبيرة. ربما نحن نحتاج إلى مقاييس تسمح بحل هذه المشاكل الجديدة. هل أستطيع أن أطلب تعليقا من أحد المتحاورين عما ما قاله فيتوريو حول كيف أن نأتي من الكلمات والشعارات إلى الواقع العمليات البيني؟ ما هو موقف الشركات التقنية؟ ما هي موقف السلطات؟ كيف ندخل لهذا الموضوع؟ كارولينا، أنت لم تتحدثي كريما، بدأت بشكل جيد ثم صمتت. هل تستطيعين أن تتحدثي وتتابعي في هذا الموضوع؟ وبعدها سنطلب من غير المتحاورين. طبعا فيكتوريا ذكر شيئا مهما جدا، وهو خلاصة هذه النقاش عن مجال العمليات البيني. هناك أمور عملية جيدة نستطيع أن نعتمد عليها ونبنيها أيضا. هناك مبادرات عديدة يجب أن تكون أيضا في ذهننا. هذه المبادرات وبشكل ما هم يدبرون أنفسهم في المجال الفضاء السبراني وهذا الفضاء العمليات البيني. هناك حلول مختلفة تقدمها منظمات عديدة، من بينها منظمة التي يقدمها فينسير، وهناك أمثلة كثيرة أن هذا له تأثير. بالأمس كنت في أمام عرض تقديمي عن كيف يعمل الإنترنت بشكل جيد، فنقول مثلا أن الإنترنت يعمل جيد ولكن تأمين شكل عمليات بيني له هنا تحدث فيه مشاكل. فإذا القضية تتعلق بالبنى التحتية والأمور تتعلق بالمعطيات والبيانات، كيف نستخدم آليات الذكاء الاصطناعي. أما فيما يخص الإدارة فهو تحدي كبير. نريد أن نوفر الأمن. نحن حريصين على أن تكون هذه
الأنظمة متكاملة فيما بينها على مجال منصات عديدة. لذلك علينا أن نكون حذرين جدا ونفكر كيف نبدأ بفعل ذلك. أي هناك يجب أن نعمل في المجال مع السكان المحليين ليس فقط بالشمال ولكن أيضا مع الدول النامية. شكرا يا كارولينا. فلننظر إذن إلى هل هناك على الشات أسئلة تتعلق بما تحدثنا عنه، وبعدها سوف نصل إلى الاستنتاجات من نقاشنا. كريستيان شينو طرح سؤالا حول دور الأمم المتحدة، هنا أقصد الأمم المتحدة بمعنى كل الأجندات التي لها أدوار مختلفة. بالطبع هناك أشياء كثيرة تحدث في الفضاء الرقمي، مثلا لدينا خدمات صحية، خدمات تجارية، فإذا كيف علينا أن خلال جلسات ومنتدى مثل IGF ما هي وجهة نظر الأمين العام للأمم المتحدة بالنسبة لبرنامج IGF زائد الذي يخص الشباب؟ لدينا أيضا تعليق من جوتي كرول التي توافق مع بعض ما قلناه. أغلب المستمعين والمشاركين يتفقون مع ما قالته نوغات داد من الباكستان حول أمور عديدة تم طرحها في هذا النقاش. وكارولينا أيضا تحدثت عن أمور مختلفة بما تبادل المعلومات وحماية حقوق الإنسان. وهناك شخص أيضا يريد أن يقدم تعليق. لدينا 5 دقائق لكي نعطي خلاصة استنتاجنا. لا أدري ماذا يحصل على في الصالة في كاتوفيتسا. إذا كان لدينا مستمعين سيبقون معنا. أمير يسأل على الشات إلى يوفينتا سؤال يتعلق بمشكلة الإجرام في الإنترنت والهجوم السبراني. يقول أنه يجب إيجاد بنى تحتية مناسبة هي قضية مهمة. الآن سأرسل رابط عن تقرير في يتعلق بهذا الموضوع. خلال نقاشنا تعلقنا في تقنية بلوكشين وإلى أي مدى ستصل بنا مثل هذه التقنيات الآمنة للحفاظ على. هناك أيضا ما يتحدث عن الشبكة المظلمة في الشبكة العنكبوتية، حيث يتم هناك العديد من الأعمال غير القانونية. إذن هناك الكثير في هذا الفضاء السبراني. بالنسبة لاختتام هذه الجلسة نبدأ من السيدة عضوة الاتحاد الأوروبي، ربما تريد أن تعطينا استنتاجات عامة
حول نقاشنا الذي حصل في هذا المحور. تفضلي. شكرا جزيلا، وإنني استمعت باهتمام إلى هذا الحوار، وهي من أحسن المناقشات في منتدى حوكمة الإنترنت في هذه السنة. للأسف أسف على عدم إمكانية حضوري المسرح في كاتوفيتسا، ولكن سوف أحاول على أحاول التعليق على بعض الأسئلة التي وردت، وبخصوص الذكاء الاصطناعي وتنمية الإنترنت في المنطقة الريفية، وذلك على هامش ما اقترحه الأمين العام للأمم المتحدة وخارطة الطريق بشأن التعاون الرقمي. إذن هناك الكثير يحدث، وهذه الحلول المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تساعدنا في حل مختلف المشاكل مثل الأزمة الزراعية والأزمة المناخية. وأظن أن المنظمات مثل الاتحاد الدولي للاتصالات ويونسكو وكل المدارس وغيرها المتصلة هي تشارك في هذه الأعمال. فيما يخص ما قاله فيتوريو، وأنا أيضا حاولت أن أذكر ذلك في كلمتي التمهيدية، والمقصود هو بأن العمل العابر للمجالات البينية هي الكلمة المفتاح. شكرا للسيدة من باكستان أنها علقت على مسألة التنوع والتعدد في هياكل الإنترنت. هذا أمر ربما لا نحققه 100%، لأنهم معتمد على الشركات الخاصة التي توفر البنية التحتية، ولكن علينا أن نضع الأساسات لعملها بشكل جيد. فالبرلمان الأوروبي في يوم الاثنين القادم سوف يدرس هذه المواضيع، وأيضا العنف بحق النساء. فيجب أن نتحدث صوتا واحدا ونكون ناشطين. فيما يخص المنصات الاجتماعية أو التواصل الاجتماعي، فالمعيار ومقياس مهم يتمثل في كثرة استخدام هذه المنصات، ويتم استخدام هذه المنصات بشكل مكثف، وبالتعاون معها يجب أن ندرس ونضع هذه اللوائح. هذه المسؤولية يجب أن تتعلق ليس فقط بالأمور المقطعية مثل المناخ، ولكن يجب أيضا أن ندرس مسألة استخدام البيانات. تغيرات المناخ وغيرها من المسائل هي أيضا مهمة، لأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون تتسبب فيها، ونفس الشيء ينطبق على إدارة البيانات. شكرا. وهناك سؤال آخر أطرحه، في أي لحظة سوف نشهد حالة حيث نضمن فيها إمكانية نقل البيانات وتغيير الشبكة في نفس الوقت، كما هي الحالة في الهواتف الذكية اللاسلكية، حيث يستطيع مستخدم الهاتف أن يقفز ما بين مختلف المنصات اللاسلكية؟ إجابة مختصرة وهي كالآتي، أن هناك عمل يجري في هذا الصدد الآن، وهذا الجانب تم أخذه بالاعتبار في القانون الجديد الخاص بمعالجة البيانات. هناك توجهات بالذات لضمان هذا المجال العابر الحواجز، وهذا هناك حركة في هذا الموضوع. نتمنى أن في المستقبل القريب سوف نرى أثمارا لهذا العمل. شكرا. وأضيف إلى ذلك مسألة المعايير والمقاييس، هذه أيضا من شأنها إسراع هذا العمل. يا بنت. تفضل يا بنت. مؤخرا خلال 20 دقيقة لا تتكلم،
كثيرا. هل أستطيع أن أطلب منك أن تقدم أي استنتاجات في نهاية هذا الحديث؟ طبعا هذا نقاش واسع وعريض. ما يلفت الانتباه أولا هو أن في نقاشنا هذا علينا أن نكون متواضعين ونسير بحذر. نحن لدينا علاقة مع وسط حساس. إذا لا يمكن نعرف أن الإنترنت هو وسط يعمل فيه مليار من الناس عدة برمجيات، وهذه العمليات البينية هي صعبة ولا نستطيع أن نتوقع كل ما ينتج عنها. لذلك يجب علينا أن ندخل بحذر وأن يكون لدينا وعي أنك مراقبة هذا الشيء سيكون صعبا. هذا لا يعني أنه لا يجب علينا أن نفكر، وأن مزوديننا بهذه الخدمات الرقمية أيضا هم يفكرون بذلك. أيضا عملية التعليم الآلي، هناك إذن كثير حجم كبير جدا من البيانات والمعلومات، علينا أن ندخل لذلك بحذر. في النهاية أود أن أؤكد أنه من الضروري، نحن بحاجة إلى ضوابط معينة، ولكن يجب أن تكون قابلة للتطبيق، وعندها نستطيع أن يكون لها عمليا نتائج. ربما في المرة الأولى ذلك لن يؤدي إلى نجاح، ولكن عندما نخطئ يجب أن نتعلم من خطأنا ونقوم بتحسين هذه الأشياء. لا يجب أن يكون لدينا طموح بأن نحل كل شيء من الخطوة الأولى. إذن سوف نراقب طول الوقت أن يكون هناك إنترنت آمن للجميع. شكرا لك. أعتقد أن هذا أفضل نتيجة واستنتاج لنقاشنا. إذا أرادت كارولينا وناجت فبالطبع يمكن أن تكون هذا الطلب بالتواضع وبالحذر أن ننهي، لأن هذا مقاربة جيدة للابتكار والحداثة. أما بالنسبة للأشخاص الذين هم معنا في كاتوفيتسا في الصالة، فتفضلوا زوروا بالمناجم الجديدة التي تسمى نوفا خوتا، والتي أقدم لكم صورة. وأنا عندما كنت يوحنا بولس الثاني عندما قبل أن يصبح بابا كان يزورها كثيرا. الجميع أشكرهم من غرفتي، أريد لكم منظر، تعلمت الكثير منكم وعلى أخطائي. والآن حتى الآن أنا أخجل من سوء التفاهم اللي حصل مع نيجات. أشكركم جميعا وإلى اللقاء. شكرا، أتمنى لكم سعادة. شكرا للجميع، أشكركم للموجودين على الصالة، ونعتذر منهم على الأخطاء الفنية، ونحن ممتنين لوجودكم ولحضوركم معنا، وأن تتصلون معنا على الشات وتكتبون إلينا أيضا. نشكر الفريق الفني أيضا على الدعم الذي قدمه.